ومع عرس الاثاث المصري والصناعه المصريه برضو عايزين نتكلم في حته الاسعار. يعني احنا عارفين تاثير الدولار وعارفين يعني الاثر السيء للتعويم، ولكن اخبار الاسعار ايه؟ نبدا دكتوره حنين على طول، احنا محدش عايز يجاوب معناها ان الاسعار كويسه ومتناول الجميع. الاسعار في حاله كسوف من الاسعار. لا هو الحقيقه يعني الاسعار احنا بنحاول نواكب الحاله اللي موجوده في مصر بشكل عام، ولكن يعني لا نغفل ان انا خاماتي كلها مستورده، الخامات اللي انا بستخدمها دهانات واخشاب. طبعا يعني الاخشاب، المسطحات، الماسيف، القشره، الفيتنجز اللي بتجمع الاساس مع بعضه، القماش، الاسفنج، كله مستورد. فأنا بستورده، فطبعا اكيد مع تعويم الجنيه الاسعار بالنسبه لي بقت عاليه جدا، فبالتالي انا ببتدي اصنع بالايد المصريه في المصنع بتاعي، ولكن انا حاطه عيني ان انا ببيع للمستهلك المصري. فطبعا بعمل الموازنه دي بقدر ما استطيع، تصل احيانا ان انا باخد من جزء من البروفيت اللي انا كنت معتاده عليه في سبيل ان انا اقدم منتج للكلاينتس بتاعي اللي متعود عليا بسعر معين ما فاجئهوش، مع ان انا متفاجئه من سعر الخامه لان انا بستوردها. فهنعمل اقصى ما يمكن في لومارشي فعلا يعني اعلى نسبه ديسكاونت بقدمها طول السنه بتبقى في لومارشي. طيب بمناسبه لومارشي، المهندسه هدى في الفاصل كان لنا حديث على لومارشي، حضرتك قلت لي ان هو يعني نفسيا